ما بدي تجي المطعم الرياضي، تعال طب على منتجات. بارك عين بارك بارك بارك. روح ولا ظهرك. السلام عليكم. عليكم السلام. من مطعم الرياض خلي طلع البيتجان اول. هاي الفلافل وهاي البوتيتا. 40 سنة اني بالفلافل. يلا علي النار علي النار. ماكو شجر. ايه. خلي قلبي ياسين خلي قلبي. كلها دواء كلها دواء. كلها دواء. يعني تحب نار هذا. ايه على نار هذا كلها دواء. حي الله هذا الدجيل. حي الله مطعم الرياضي. باذنجان عراقي راقي راحي قال لي ياسر البوتيته والباذنجان ونوزع على هاي الجماهير مجانا. راح نقول يا مطعم تقولون رياضي. يا مطعم الرياضي. يا مطعم الرياضي. يلا قال لي هذا باذنجان عراقي مو مستورد. مال الدجيل هنا ما يشترون. مال الدجيل. هم مزارعين هنا. بلادي عفير. هلا بيهم هلا بيهم. اليوم مجانا مال الدجيل. يلا عم نسولهم قاص. اليوم مال الدجيل. توزيع مجانا. اداكم علينا اليوم مال الدجيل. عبو خلي يرجع خلي يرجع. خلي يرجع.